السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. معاكم احمد بك. انا النهارده هتكلم عن اصل مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. يلا بينا نعرف ايه اصل القصة. مدير شركة في يوم من الايام حب يعمل يوم تسلية للموظفين اللي عنده، وكان في بحيرة مليئة بالتماسيح. فالمدير الشركة قال للموظفين اللي هيعدي البحيرة ده من غير ما التماسيح ما تاكله هديله $1,000,000، ولو لا قدر الله وهو بيعدي التماسيح اكلته ورثة الرجل ده هياخدوا $1,000,000. كل الموظفين كانوا خايفين يعدوا البحيرة، بس وفجأة لقوا واحد كده من الموظفين عمال يعوم ويكافح، وفي الاخر عدى البحيرة سالما وما حصلوش اي حاجة. الرجل الموظف الفقير ابن القرية الفقيرة ده بقى اغنى واحد، من ساعتها بقى اعظم شخصية في المجتمع. دلوقتي الشخص ده كان كل همه يعرف مين اللي زقه في البحيرة، وفجأة طلع ان اللي زقه مراته، ومن هنا طلع مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وبكده انتهت حلقة اليوم. واذا اعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.